رغم ملامح الدمار والخراب التي تمتد على مرمى البصر في المدينة القديمة التي ترزح تحت وطأة الفقر والحرمان، يفقد الشهر الفضيل الكثير من أجوائه التي اعتاد عليها أهالي المدينة، إلا أنه أتى هذه المرة خاليا من الموت، لكنه لم يخلو من الحزن والألم والحسرة. فسكان المدينة القديمة ما يزالون يتأملون أن يكون رمضان المقبل أفضل، وأن يحمل معه التغيير والإعمار الذي ينتظرونه، وأن يتخطى الموصليون هذه الأيام التي تعد بالنسبة لهم أشد إيلاماً إن برى مشروع سفرة مفتوحة لإفطار المئات من أهالي المدينة المنكوبة بنحو يومي وبتمويل من ميسوري الحال وبعض جهات المجتمع. الأهالي استذكروا بحزن رمضان الماضي، فهم كانوا يتضمرون جوعاً وعطشاً، لكنهم بعد التحرير تنفسوا الصعداء مطالبين في الوقت نفسه بالخدمات التي تجعلهم يتسامون فوق جراحاتهم. فرق بين رمضان السابق بالقديمة ورمضان هسه، يعني قبل كان حصر علينا الأكل والشرب والأمان ماكو، يعني موت، يعني نحن من الحمد نحمد ربنا ونشكره طلعنا حياة، يعني يطلع يروح يجيب مي جلي كان مي يا يرجع يا ما يرجع، نستندر المطر نتمطر نخلي جلي كانات جول مزاريب ونشرب الله وكيل. هسه لا الحمد لله والشكر فضل القوات الأمنية بتحريرنا وخير الحمد لله، بس شوية نحتاج خدمات. يعني رمضان السابق مثل ما نقول ولو خير من الله، بس ايش دمر بينا بأيام سودة الصراحة، يعني ما شفنا لا يعني أشي المضبوط ولا راحة زينا، حتى فكر يعني فكر البال هم ما ضل عندنا، يعني بتعرف من القصف من دواعش من هذا. أحد المواطنين روى بحزن عميق ما مر على الموصليين في رمضان الماضي، حيث كانوا يرزحون تحت وطأة الجوع والقصف والذل والظلم. هذا رمضان يعني يختلف عن ذاك الرمضان، ذاك الرمضان يعني شفنا الذل والتعب والمعاناة والقصف والجوع والعطش، كنا عايشين يعني بظلم داعش المجرم، عايشين يعني على الحنطة والقصف كله علينا ونحن محاصرين ولا أكل لا شرب لا، يعني هذا رمضان الحمد لله الله نعم علينا وجو يعني وقفوا معانا الناس الخيرين ما المسؤولين، يعني المسؤولين ماكو ما شفنا مسؤول جاء زار القديمة قال يا باش محتاجين. مدير منظمة فرحة يتيم أوضح أن مشروع حملة إفطار صائم بالمدينة القديمة تم بالتعاون مع فريق غيرة عراقية لمساندة الأهالي والوقوف معهم. اليوم قام مشروع فرحة يتيم بالتعاون مع فريق غيرة عراقية بحملة صائم في مدينة القديمة، تحديدا المدينة القديمة، هذه المنطقة اللي عانت من ويلات الحروب وويلات داعش المجرم. هذه المنطقة تحديدا يعني اختاريناها اليوم، وإن شاء الله راح نستمر كل يومين في منطقة من مناطق المدينة القديمة بجهود الطيبين والخيرين الذين ساهمون معنا. وتمتاز ليالي رمضان في الموصل ببهجتها وأجوائها وطقوسها التي اعتاد الأهالي على ممارستها، كتناول الإفطار الجماعي وتزيين الموائد الرمضانية بالأكلات الموصلية المشهورة، هذا إضافة إلى الأمسيات الرمضانية التي تتخللها الألعاب الشعبية كالمحابس والصينية. يعني احنا المصريين